مين الحلوة الجميلة اللي بتسمع كلام مامي؟ أنا يا ماما، أنا يا ماما، أنا. طيب بصي يا حبيبة مامي، أنا عايز أقولك على حاجة. أنا هروح بسرعة مشوار وآجي عشان إحنا نجدد حاجاتنا في البيت اللي صغنن بتاعنا، فعايزين نجيب فيه حاجات علشان نعرف ننام فيه كويس، ويعني نظبط البيت كده شوية عشان ما يبقاش إيه وحش يا حبيبتي. وأنا هيجي بسرعة قوي قوي قوي. خلاص ماشي، اقعدي بقى في البيت وما تنسيش اوعي تفتحي لحد خالص. اوكي ماشي يا ماما، حاضر، ما تخافيش عليا، انا هروح الوقت البيت وهدخله، وما تخافيش عليا يا حبيبتي. ماشي حبيبتي، باي باي. با خلاص الحمد لله بأمان، ومامي مش هتخاف عليا عشان أنا قاعدة هنا في البيت ويعني كويسة ومش عاملة أي حاجة وحشة خالص، ويعني إيه هقعد هنا شوية على السرير بتاعي كده لحد ما مامي تيجي. افتحي الباب، افتحي الباب بقولك، افتحي الباب، افتحي الباب بقولك، افتحي الباب، بقولك افتحي الباب. ايه ده يا ربي، مين على الباب ده؟ واحد يقول لي افتحي الباب، اعمل ايه دلوقتي؟ انا بصراحة مش عارفة اعمل ايه. يا ربي مين ده وقاعد يقول لي افتحي الباب؟ انا بصراحة مش عارفة اعمل ايه، انا خايفة قوي. افتح له وخلاص، بس المفروض يعني انا لا مش هفتح له، انا خايفة جدا، انا خايفة قوي مش عارفة اعمل ايه. هاخد لي اي حاجة كلها كده عما هو يخلص هو قاعد يعمله ده. سمع صوته لسه بيقول افتحي الباب، افتحي الباب. يا خبر، اعمل ايه دلوقتي بقى؟ انا خايفة قوي قوي قوي. انا همشي من هنا لان انا بجد خايفة قوي 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 من الراجل ده، وطلعت من البيت وسبته بس هو قاعد بيجري وراي. اعمل ايه دلوقتي؟ انا خايف، مش عارفة بصراحة اعمل ايه، انا خايفة قوي وهو قاعد بيجري وراي، انا خايفة جدا وقاعدة اجري وهو بيجري وراي وانا خايفة خالص. طب وانا هخطفها ازاي دي؟ قاعدة تجري وخلاص. طب وانا هلحقها ازاي دي؟ قاعدة تجري وخلاص زي المجنون. جيبك يعني هجيبك، تعاني. الحقوني الحقوني، انا خايفة خالص، الحقوني يا جماعة الحقوني. الحقوني يا جماعة الحقوني، الحقوني يا جماعة ارجوكم الحقوني، انا خايفة قوي قوي بصراحة، خايفة جدا. سيبني بقى في حالي، سيبني في حالي بقى، سيبني. ايه ده، اظن ان انا تحت منه. طيب خلاص انا هروح ارجع على البيت بسرعة بقى من غير ما حد ياخد باله. الحمد لله رجعت على البيت، الحمد لله يا رب. انا كده بقيت كويسة، وبجد كويسة خالص خالص خالص، ومفيش اي حاجة خالص. هنام بقى هنا. يا رب ماما تيجي بسرعة، انا خايفة قوي 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 بصراحة. وبعدين معها دي بقى، انا ما عدتش لاقيها بصراحه، انا متضايق جدا. خلاص انا هروح واخطف مامتها وبس واخلص منها. انا هروح ادور على مامتها، انا عارف شكل مامتها كويس، انا مراقبهم من زمان علشان اشوف هما بيعملوا ايه بالظبط. يلا انا عارف مامتها، وانا عارف كمان ان هي رايحه تجيب حاجات من السوق علشان تحطها في البيت، انا عارف كويس قوي. هدور على السوق وهروح لها، واروح لها واخطفها كمان. انت مين؟ سيبني، انت مين؟ انا جاي اخطفك، تعالي معايا. سيبني 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 في حالي، سيبني بقى سيبني. اعمل ايه دلوقتي؟ طب وبنتي اللي قاعده مستنيني في البيت، اعمل ايه بسرعه؟ لازم اجري اجري، اروح فين؟ انا هروح بلد تانية وخلاص، انا هسافر. وصلت، دي اسمها اكس دي، البلد دي اسمها اكس دي، بس هو بنتي اللي قاعدة مستنياني في البيت. انا بس تهت من الراجل ده، اكيد مش هيكون ورايا الوقت يعني. خلاص انا تهت منه، خلاص خلاص مش هلاقيه بقى.
انا هقعد هنا يوم ولا حاجه علشان ما يشوفنيش. ابات فين ابات فين؟ ولا اقعد اليوم ده ازاي؟ ما كنتش معايا. يا لهوي، طب اقعد اليوم ده ازاي مش معايا يعني فكره ان انا احجز لاي مكان؟ هعمل ايه دلوقتي؟ طب وبنتي؟ اهم حاجه عندي بنتي اللي قاعده مستنياني دي. خلاص انا هقعد هنا، خلاص انا هقعد هنا ويعني ما اشوف بقى، اقعد هنا اشحت في الشوارع. ارجوكي اديني، ارجوكي اديني حاجه، ارجوكي اديني حاجه، ارجوكي اديني فلوس، انت اديني فلوس، ارجوك ارجوك اديني فلوس يا استاذ سجر. طب استاذه زا ممكن تديني فلوس لو سمحتوا يا جماعه؟ ارجوك اديني فلوس، انا مش معايا فلوس. استاذه لوي اديني فلوس، اي حد يا جماعه يديني فلوس. اه انا زعلانه خالص. وبنتي قاعده في البيت، اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص انا هدور لي كده على اوتيل واقعد فيه وخلاص لمده يوم واحد بس. بكره والله العظيم الصبح هروح لبنتي، مش هينفع اسيبها كده خالص. ماما اتاخرت خالص، انا خايفه قوي. الساعه واحدة بالليل، ماما قالت ان هي مش هتتاخر. خلاص انا هروح انام بقى وبس. هروح انام بقى وبس خلاص. هدور هي ماما فين، ماما فين يا جماعه؟ قولوا لي ارجوكوا. بقول لك انت شفتيش ماما؟ ما شفتيش ماما؟ ارجوكي قولي لي شفتي ماما، شفتيها؟ اعملي دلوقتي. بقول لك ايه، ما روحت جربت اخطف مامتك، ما نفعش، وقعدت تجري مني. يعني فين مامتي؟ ارجوك قولي فين مامتي. بقول لك ايه، انا حاولت اخطف مامتك وما عرفتش، وسافرت راحت اكس دي وسابت بيكي خالص. يعني هي فين؟ هي في اكس دي، مدينة اكس دي. انا مش هسيب ماما لوحدها، وهروح اسافر اكس دي دلوقتي حالا. هروح الوقت حالا اسافر اكس دي. لازم اروح، هسافر اكس دي. دي محطة القطر، الساعة 3 الفجر وقربنا على النهار، وهدور هنا على ماما في مدينة اكس دي. خلاص خلاص انا صحيت اهو، 3 الفجر، انا هروح بسرعة وهروح مدينة بيكي تاني، هروح مدينة بيكي تاني. لازم بسرعة اروح، لازم بسرعة جدا عشان بنتي زمانها خايفة وقلقانة دلوقتي ومعهاش موبايل، معهاش موبايل حتى تتصل بيا. هما استقل بقى القطر. انا وصلت خلاص مدينة بيكي، انا عارفة بيتنا فين اهو، هو ده بيتنا، هو ده. ايه ده؟ يا الله الله، ليلي يا ليلي، انت فين يا ليلي؟ لا ليلي، لا يا ليلي، لا ليلي ليلي. بنتك في اكس دي راحت وراكي. انت بقى تعالي معايا عشان اخطفك. يلا يا ابني، وانا مش قلت لك سيبني بقى؟ قلت سيبني ولا ما قلتش سيبني؟ قلت سيبني ولا لا؟ خلاص بقى الحقوني، انت الحقيني، وانت كمان، في واحد حرامي يشوفه اللي هو ده. يلا يلا بقى بسرعه عشان انا زهقت منه، يلا بسرعه بقى، خدوه ولا اعملوا فيه اي حاجه، اضربوه اعملوا اي حاجه، انا زهقت منه. لا يا جماعه، لا يا جماعه استنوا، لا والنبي يا جماعه، يلا خلصت منه احسن. يلا خلصت منه احسن بقى، يلا خلصت منه احسن. طب الوقت انا هعمل ايه في بنتي؟ هعمل ايه في بنتي اللي في مدينة اكس دي؟ ازاي هسافر لها؟ والاحسن لما سافر لها تسافر هنا تاني. انا قلت لها ما تتحركيش من البيت. ياه شوفوا، بهدلتني الوقت، هعمل ايه الوقت؟ بنتي ضايعة مني. خلاص انا هروح البيت واشوف كده.
خلاص انا هدخل البيت وهتفرج على التلفزيون. القناة دي لا طبعا. لا والله. شوف قناة تانية كده. يقال ان سيتم اغلاق الطرق ما بين جميع المدن، حيث انك لا تستطيع السفر الى مدينة اخرى نظرا لسوء الظروف، ونظرا الى هذا الفيروس المستجد فيروس كورونا. نتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا. لا بنتي، بنتي هناك في مدينة اكس دي وانا هنا في كيكي. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه الوقتي؟ بنتي في المدينة التانية ومش عارفة اروح لها لان الطرق مقفولة. اعمل ايه الوقتي؟ اعمل ايه الوقتي؟ انا خايفة قوي. اعمل ايه الوقتي بقى؟ لازم استنى لحد ما يفتحوا الطرق تاني من الاول. لا 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 مش قادرة استحمل، مش قادرة استحمل. لا 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 مش قادرة اروح لها. هي موجودة هناك ومعهاش موبايل كمان. ليه سافرتي يا بنتي؟ ليه بس؟ ليه تسافري وتسيبيني؟ اعمل ايه الوقتي؟ اعمل ايه الوقتي بس بقى؟ اعمل ايه؟ ماما، يا ماما انا مش لاقياكي يا ماما خالص. دورت عليكي في كل الاماكن مش لاقياكي يا ماما. ماما ارجوكي ماما. سمعتي؟ شفتي بقى؟ ايوه بصي اقفلي دلوقتي بقى يا بنتي، اقفلي دلوقتي بقى. قلتلك اقفلي التليفون دلوقتي بقى. هقفل الخط في وشك. باي. يلا باي باي. بنتي دي بتتكلم على الواتس، بتعمل حاجة معرفش بتعمل ايه. وايه الخبر اللي هي قاعدة تحكيه ده؟ لا بلاش اتجسس على الناس. ايه ده بتكلمني؟ بتقولي تعالي ورايا. خلاص ماشي انا هاجي وراها. في حاجة يعني؟ هتوريني مكان فندق؟ امال هتعمل ايه؟ لو سمحتي ممكن نبقى اصدقاء؟ ايوه طبعا ممكن نبقى اصدقاء، ده احنا هنبقى اعز الاصدقاء كمان بجد. انتي ما سمعتيش الخبر ده؟ خبر ايه؟ ارجوكي قوليلي، انا جديده هنا وما اعرفش حاجه. الخبر يا بنتي اللي هو بيقولك ان هو قفلوا الطرق، ما ينفعش تسافري خالص. بجد؟ انتي بتهزري؟ ايوه طبعا انا اروح اعمل شعري بقى. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. يعني انا هفضل قاعده هنا خلاص؟ طب هما اكيد هيفتحوا الطرق يعني، بس امتى؟ انا هقعد هنا لوحدي، انا خايفه قوي قوي قوي. مفيش مكان انام فيه ولا اعيش فيه ولا اي حاجه خالص. اعمل ايه؟ لازم اشتغل. احنا الصبح وحلوه اهو، لازم اشتغل. الساعه الوقت 8 الصبح، لازم اشتغل واجمع فلوس ويعني عشان اعرف اجيب ابات في ليله بس في اي فندق هنا، ليله واحده حتى، واصحى الصبح اجمع فلوس ليله وكده وخلاص لحد ما يفتحوا الطرق. يا رب يفتحوها بسرعه يا رب. ده ايه؟ لو سمحت وحضرتك ممكن تشغلني عندك؟ طبعا ممكن تشتغل عندي بس المبلغ 100 دولار فقط في الاول، مينفعش انك تشتغل ببلاش كده. يا خبر ابيض، معيش ولا مليم. انا معيش ولا مليم، بس فلوس التذكره اللي كانت في جيبي من مصروف لما مدتوني الصبح. ودي مدرسه، وده مكان الالعاب، في هنا مكان البيتزا. ايه ده؟ اهلا بيك يا فندم في مدينتنا للبيتزا. حضرتك ممكن تتوظفي هنا اذا حضرتك بتدوري على وظيفة، لان احنا هنا عاملين لمدة يومين بس، لما تيجي تقدمي على الوظيفة ببلاش. بتهزر؟ واخيرا لقيت وظيفة، واخيرا لقيت وظيفة. اكيد انا هقبل الطلب ده، اكيد طبعا، اكيد اكيد. ياي، واخيرا 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 واخيرا. ياي انا مبسوطه خالص خالص. مبسوطه جدا جدا.
اخيرا هعرف ان انا اشتغل واجيب فلوس. طب استني كده اما اساله المرتب كام، هاخد كام يعني لو سمحت؟ والمرتب كام؟ المرتب يا فندم 90 دولار. حاضر يا فندم، حاضر والله، هجيب لحضرتك الكاتشب على طول. حاضر والله يا فندم. ياي انا مبسوطه جدا، خلاص اشتغل عندك خلاص، بس ممكن ابدا من النهارده؟ تمام يا فندم. ياي انا هجتهد في العمل، والله العظيم هجتهد في العمل، صدقوني هجتهد في العمل، والله هجتهد في العمل. لازم اروح بسرعه بسرعه، لازم اروح للعميل بسرعه. جاي اللي عايز بيتزا، عايز دي اوصل له بيتزا. مين 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 يقولوا لي يمين، ماشي في شمال، اوكي يمين. واو لقيته، هاي بي. لوحدي انا خايفه قوي قوي بصراحه، وان مامتي مش معايا وانا مش متعوده على كده خالص بصراحه، بس برضو عادي خلاص هحاول اتقبل الموضوع. توصيل البيتزا، توصيل البيتزا، توصيل البيتزا. انا تعبانه قوي، كل يوم بصحى الصبح بدري واروح اوصل بيتزا، انا تعبانه قوي ما عدتش قادره. اقعد هنا ارتاح شويه وخلاص، مش قادره خالص، مش قادره، تعبانه، لازم اروح. يا رب يفتح الطرق بقى قريب وارجع لمامتي. يا رب، انا خايفه خالص. يا رب انا خايفه خالص، خايفه خالص، زعلانه وتعبت بقى، تعبت بقى، كل يوم كل يوم كل يوم اصحى من النوم بدري واشتغل كل يوم، انا تعبت، تعبت خلاص وهلكت ومعدتش قادره، ما عدتش قادرة خلاص، ما عدتش قادرة، ما عدتش قادرة، ما عدتش قادرة خلاص، ما عدتش قادرة أكمل، ما عدتش قادرة أكمل خالص، ما عدتش قادرة أكمل. أنت خلاص، أنا جايلك أهو، جايلك بسرعة بسرعة أهو، أهو اتفضل. ما عدتش قادرة أكمل الاتنين دول، لا طب أروح أوصلهم بسرعة وخلاص. خلاص ما عدتش قادرة، ما عدتش قادرة، ما عدتش قادرة خلاص، هقعد ارتاح شوية، انا خلاص بموت، ما عدتش قادرة، ما عدتش قادرة خلاص، خلاص ما عدتش قادرة خالص، ما عدتش قادرة استحمل نهائيا، ما عدتش قادرة خالص، وتعبانة جدا جدا جدا، وما عدتش قادرة وتعبانة خالص بصراحة. بس الحمد لله بعرف اكل واشرب وعارفه ابات في الفندق ده، بس هما اكيد هيخرجوني بعد فتره، كل يوم انام عندهم يعني، برضو هيخرجوني بعد فتره، يروحوا مخرجيني يعني، هيقولوا لي انت بتعملي ايه هنا في الفندق، انت قعدتي كتير قوي، بس انا بقالي اسبوع بس في الفندق. يلا مش مشكله، يا رب بقى، يا رب يفتحوا الطرق بقى واروح لمامتي وخلاص، يا رب بقى. ما اروح هنا اشوف ايه المكان ده، من ساعه ما جيت هنا البلد دي وانا ما اعرفش ايه المكان. ايه ده، الله، واو، ايه
ده مين اللي واقف يشتغل ده؟ اهلا، لو سمحت، هو المكان ده عبارة عن ايه؟ المكان ده عبارة عن انه احنا عاملين سباق النهاردة، عاملين مسابقة كبيرة جدا جدا جدا، واللي هياخد المركز الاول هيكسب فلوس كتيرة خالص خالص. بتهزر؟ هيكسب كام؟ هيكسب 30,000 عملة ذهبية، والريس هيبدأ كمان 5 دقايق. طب انا ممكن اسجل؟ ممكن اسجل؟ ايوة طبعا، اي حد يقدر يسجل ويدخل. طيب مش فين طريقه؟ فين يا فندم؟ طريقه هناك اهو، يلا امشي خط مستقيم. ده ايوة يا فندم. اما اروح هو انا المفروض ان انا اسبق في هجري؟ ايه ده، سبقني؟ لا ما تسبقنيش، يا لا خبر، يا هو ده نطة كبيرة قوي. ثواني، لا استنى. مبسوطة جدا، معايا فلوس كتيرة خالص خالص خالص. انا هروح اشتري بيها بيت، واشتري حاجات جوه البيت، وكمان اشتري هدوم، واشتري اكل كتير خالص. لو سمحت متعرفش محل بيبيع بيوت؟ يا فندم انا ببيع بيوت اصلا. والله طيب ماشي. طب انا عايزة اشتري بيت حلو كده واحط فيه حاجات. بصي يا فندم، هو انا يعني ببيع بيوت، بس انا يعني الاكترهم ببيع كافيهات. يعني حضرتك ممكن تشتري كافيه ويعني تكسبي منه، بدل ما حضرتك يعني ايه، مش عارفة بقى. طب خلاص اشتري منك الكافيه بكام؟ ب10,000 بس. خلاص ماشي. يا اشتريت الكافيه خلاص. شوف شكله حلو قوي من جوه. واو، في تلفزيون هنا كمان. في حاجات حلوه قوي هنا. واو، هنا تويلت للبنات وتويلت للاولاد. الله، واو، التلفزيون ده كبير قوي، اكبر تلفزيون شفته في الحياه اصلا. نقعد هنا كده. الله، اخبار جديده، تم فتح الطرق ما بين المدن. حظا موفقا، ولكنها ستغلق بعد 5 ايام. تم فتح الطرق، ياي، تم فتح الطرق ياي. طب انا ارجع الكافيه ده بقى؟ ارجعه ولا اعمل ايه في نفسي؟ مش عارفه. لما فتح التوت، خلاص انا هقفله، وممكن نسافر انا وماما هنا ونبقى نكسب من الكافيه ده. ده تمام قوي، اروح بقى اسافر. يلا انا معايا فلوس كتير قوي، اوريها لماما كمان. بيتنا اهو. يا رب ما بخبط على الباب كده. ايه ده، في حد بيخبط على الباب؟ مين؟ يا حضن كبيرة، يا حضن كبيرة، وحشتيني قوي. ماما، يا ماما. يعني مش هتعاقبيني؟ لا طبعا هعاقبك يا قلبي ماما، بس انتي بس كنتي وحشتيني فضحكت في الاول. تعالي بقى هنا عشان انا هضربك. انتي ازاي تمشي من البيت اصلا؟ ازاي اصلا تمشي من البيت من غير ما تقوليلي؟ مش قلتلك ما تمشيش من البيت ولا تفتحي الحاجة؟ تقوم انتي ماشية وبس. يعني بيت الحلوين، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك، وكمان تشتركوا في القناه. وبس، باي باي.